يعود إليك تطبيق مرشدك الزراعي بحلته المطورة، حاملاً معه تحديثات شاملة لسلة من الخدمات، ومنها المرشد الذكي للتواصل مع المزارع وحل مشاكله، اسأل عن نبات أو آفة، إضافة جديدة مبنية على النقاش عن سؤال يطرحه المزارع أو المرشد، التحاليل الزراعية لمساعدة المزارع على التواصل مع مركز تحليل التربة والمياه، آفات شجرة البن لتحديد الآفة الظاهرة على شجرة البن عبر كاميرا الجوال، تقييم المرشدين من أجل مراقبة مستوى الفاعلية للمرشدين ورفع مستوى الأداء، السوق تساعد المزارع في معرفة أسعار المنتجات الزراعية، معرفة حالة الطقس لتجنب آثار الطقس على المحاصيل.